هتكمل في الجزئية دي، بس في سؤال له علاقة بالجزئية برضو. لماذا دائما عندما نتحدث عن الأهلي بنستدعي التاريخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا خلينا نتكلم انا هاخد مقعد الجمهور. هو انت ليه كأهلاوي بتفخر بالأهلي؟ اذا كنت بتفخر بالبطولات بس، لا انت هنا ما بتفخرش بالأهلي كنادي وتاريخ وقيمة. لانه احنا في السنوات الاخيره بقى في نوع من ان الناس كتيره جدا بتتعامل مع الاهلي انه وسيله للتحفيل على الانديه المنافسه. اذا الاهلي ما فازش او ما كسبش لا في مشكله. لا، انت بتفخر بالاهلي او انت شجعت الاهلي في الاساس اللي تتعامل على تراكمات تاريخيه عبر تاريخ طويل جدا جدا وصلت الكوره كانت فيه بدأت فيه بعد أول نشاط كرة حقيقي بعد 5 سنين بعد 7 سنين وكان نشاط ودي من المدارس. الطلبة خرجت ثورة 19 لما خرجت في مصر كلها، الطلبة خرجت من النادي الأهلي، ما كانش فيه بطولات في مصر. أول بطولة رسمية الأهلي خدها سنة 23. دايما لما تيجي تتكلم عن تاريخ الأهلي أو النادي الأهلي تحديدا لازم تستغرقك كثيرا السنة الأولى لتاريخ النادي الأهلي. دي لوحدها ممكن تتكلم فيها كتير قوي. لأن السنة دي هي اللي عملت نظام النادي الأهلي اللي أنت عايش فيه لغاية النهاردة. وكمان الشخوص. لأنك أنت لما تيجي تفكر كده زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت مع الأستاذ سعيد. الناس دي قامت بحاجة جديدة. الإنجليز عاملين كيانات وكلها وشغل استثمارات واقتصاد وتعليم ومحاكم وكل حاجة تبعهم. فالناس دي قال لك لازم اعمل كيان موازي، كيانات موازيه، مصر المصريين، بنك اهلي مصري، جامعات زراعيه مصريه، الجامعه المصريه، المدارس المصريه، النادي المصري اللي هو زي الاهلي، كل الانديه ما كانتش مصريه، تمام؟ او كانت انديه هيئات، حاجه من يا انديه اجنبيه يا انديه هيئات وبرضه اللي عملها اجانب في الاساس او موظفين في كيانات اجنبيه ساعدتهم فيها. فانت هنا بتلاقي نفسك داخل في منطقه ثانيه كمان. ودي المنطقة الأخطر. الناس دي وهي بتعمل النادي الأهلي كانت بتعمل نادي ولا كانت بتعمل مشروع؟ في اللي احنا شايفينه ده كانت بتعمل مشروع. زي ما بعمل بنك مصر، زي ما بعمل زي ما قلنا الجامعة المصرية، زي ما بعمل كيان كامل موازي. تعالى بقى في حتة أخطر من ده كله. الناس دي في الوقت ده عملت للوطن ما هو أخطر بكثير من مجرد إنشاء نادي وإنشاء كيانات. لما تبص للمنطقة العربية كلها والمنطقة الأفريقية هتلاقي إن أغلب الدول التي استعمرت الدول دي يا إما تفرنست يا إما البرتغال وإنجلترا أثرت عليها ثقافيا وفكريا. لو لم يكن هؤلاء الناس في ذلك الوقت بعد دخول الاستعمار عملوا هذه الكيانات في كل مكان في مصر كان زمان مصر ضاعت هويتها. شوف انت وصلت لفين؟ الناس دي عملت الجامعه، عملت مدارس، عملت جامعات زراعيه، عملت بنك، عملت كيانات المصريين يخشوها كلهم بعيدا عن الكيانات اللي عملها الانجليز. بس جزء من الكيانات الاقتصاديه والتاريخيه دي نادي. ما هو لسه احنا بنحكي في ده. صح. في نفس ما انت بتعمل ايه؟ بنك مصري. وبتعمل جامعات زراعيه مصريه، وبتعمل جامعه مصريه، وبتعمل نادي مصري. فانت اذا حافظت على الهويه الوطنيه المصريه بهؤلاء الناس. اللي انت يعني اخر حاجه لما جه جمال حمدان كتب كتاب عبقريه مصر، عبقريه المكان والزمان. تمام. انت من ناحيه النادي الاهلي تقدر تقول عبقريه الزمان والاشخاص المؤسسين. ده سر عبقريه الاهلي. بس ده سر عبقريه الاهلي.